فضيلة شيخ الجامع الأزهر الشريف الشيخ الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، ما هي شهادتك على ما يجري في بلاد المسلمين أو في أطراف بلاد المسلمين من عدوان ومن اضطهاد، سواء على الأقليات الإسلامية أو على الحدود المشتركة بينها وبين بلاد أجنبية عنها، وما هو موقف المسلمين وشهادة حضرتك عليها ودور الأزهر إزاء هذا العدوان؟ الأزهر يا أستاذ عمر به الآن طلاب وطالبات من 93 دولة، من 93 دولة بالتحديد. احنا بنعطي منح لأبناء آسيا ولأبناء أفريقيا وأيضا حتى لبعض الذين يعيشون في أوروبا أو في استراليا أو في أمريكا، بندي منح ويأتون هؤلاء، وفيه الآن آلاف من الطلاب ومن الطالبات يدرسون في الأزهر الشريف، في المرحلة الابتدائي، في المرحلة الإعدادي، في المرحلة الثانوي، في المرحلة الجامعية، في المرحلة الجامعية، وفي مدينة البعوث اللي تتكون من حوالي أكثر من 40 عمارة يسكن آلاف الطلاب والطالبات في هذه المدينة، ويأكلون ويشربون ويتعلمون ويعالجون. نعم. والدولة والحمد لله مصر تقدم لهم كل العون وكل المساعدة وكل التيسيرات، ونرسل من علماء الأزهر إلى تلك الدول من يشارك أبناء تلك الدول في تثقيف أبنائهم وفي تعليم أبنائهم. فنحن مع الأقليات وضد الظلم وضد الظلم، وأعني بالأقليات الذين هم لم يأخذوا جنسية البلد التي يعيشون فيها، اللهم إلا إذا كان المقصود بالأقليات من حيث العدد. لكن نحن نقول يا أستاذ عمر، نقول كل من يحمل الجنسية المصرية مثلا يتساوى في الحقوق والواجبات مع غير، سواء أكان مسلما أم مسيحيا أم غير مسلم وغير مسيحي. كذلك نقول بالنسبة للدول الأخرى، كل من يحمل جنسية بلد، جنسية بلد سواء أكان عدد المسلمين في هذه البلد 3% 5%، المهم ما داموا يحملون جنسية هذا البلد اللي منه 90% تساووا في الحقوق. ولكن ما الذي حدث في كوسوفو مثلا، والذي حدث قبله في البوسنة والهرسك، وما يحدث في كشمير الآن؟ ما هو احنا فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، انت تعلم سيادتك بان احنا وقفنا الى جانب اخواننا في البوسنة والهرسك، السيد الرئيس محمد حسني مبارك وقف الى جانبه. نعم. والشعب المصري وقف الى جانبه. وماذا عن كوسوفا؟ وكوسوفا وقفنا ايضا الى جانبهم، مصر رئيسا وحكومة وشعبا وقفت الى جانب اخواننا في كوسوفا والحمد لله. لا، اتحدث عن العالم الاسلامي، مسلمين، مجموع المسلمين. ما هو مجموع المسلمين عندما حصلت المأساة في كوسوفا، والأزهر تبرع بنصف مليون، وزارة الأوقاف تبرعت بنصف مليون، مصر تبرعت بكذا، دولة الإمارات العربية جعلت يعني خطا بينها وبين وقدمت مساعدات ودول أخرى. دي اللي في إمكاننا، لكن مسألة إرسال جيوش لكي تحارب دي مسألة تخصصية. لا أستطيع أنا أقول أرسل، أعود إلى أهل الاختصاص بقى كده. لكن أنا أقول يجب أن نساعد هؤلاء في إخواننا في كوسوفا، سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين. يجب أن نساعدهم بكل ألوان المساعدة، كل جهة في حدود تخصصها. عظيم. المساعدات المالية، المساعدات العينية، المساعدات الاقتصادية. لكن انا هنيجي نقول نرسل جيش، طب ده الجيش دي ما ده ده جبال، ده عايز استراتيجية دولية عالمية، عايز حلف الاطلنطي، حلف الاطلنطي وامريكا ما قدروش انهم يدخلوا الا بعد ان مهدوا لذلك بايه، بالطائرات الضربات الجوية، الضربات الجوية. والحمد لله مجهود حربي رهيب، والحمد لله انتهى الامر بخلو كوسوف الان من الصرب، والصرب ثبت انهم كانوا مجرمين
في معاملاتهم لأهل كوسوفا الذين هم أهل هذه المنطقة. فنحن مع الأقليات،